بعمل فيديوهات تقريبا بقالي 6 سنين او حاجه، بس كنت بعمل فيديوهات مثلا مونتاج او فيديوهات ساركازم او كوميدي او كده في البيت يعني. فالموضوع بدا يتطور معايا، لقيت الناس يعني حابه الموضوع على السوشيال، فحبيت ان انا انزل بقى يبقى في تواصل بيني وبين الناس، ان انا انزل اوزع عليهم حاجه افرحهم اشوف ضحكتهم. يعني انا كنت بشوف ان هم بيضحكوا في الكومنتات وكل الكلام ده على الفيس لما بنزل فيديوهات عموما في الفيس، فحبيت ان انا انزل بقى اشوف رد فعل الناس بقى قدامي وانا بعمل الحاجه، اشوف رد فعل الناس. هو انا اول مره نزلت كده كنت متوتر، لان انا اول مره انزل اتعامل مع الناس، يعني انزل اصور مع ناس. انا كنت بصور مثلا انا واصحابي فيديوهات في البيت، فيديوهات في الشارع، افكار، سكتشات، الكلام ده. فقلت بقى انزل اصور مع الناس اشوف رد فعلهم. فانا اتوترت في الاول، وكذا مره اكون داخل على حد لا اقول ما اروحش عليه يعني عشان ببقى متوتر، بس عادي مره في مره الدنيا بقت سهله، لو بتخش على اي حد كانه صاحبي. الناس دلوقتي بقت تخاف عموما لما حد يبقى داخل عليهم بحاجه ما يبقاش عارف ايه جواها ايه ولا الدنيا. فالبنات هم اللي في الاغلب بيبقوا يعني خايفين او متوترين، بس عادي حقهم يعني انهم بيبقوا خايفين، فمش بتضايق يعني عادي. والله انا ما بعملش حاجه في حياتي غير الفيديوهات، انا بحب الفيديوهات يعني. انا حتى الكليه مش مهتم بيها للدرجه، لان انا من زمان يعني بحب ان انا اعمل فيديوهات، احب ان انا منتج، احب ان انا اضحك الناس، احب اعمل سكتشات، اعمل افكار. فاغلب حياتي دايره على كده، اللي هو انا طول اليوم بقعد افكر اعمل ايه، اللي هو اصور ايه ولا اعمل ايه، وبروح نازل بقى مكلم اصحابي يلا نصور، انزل اقعد مع اصحابي على القهوه مثلا، تجي لي فكره واحنا قاعدين على القهوه حد عمل موقف فجات لي فكره عليه، فبروح نصور، ولا في القهوه، في البلاي ستيشن، اي المكان اللي ببقى فيه يجي لي فكره بروح نصور. والله يعني انا نفسي افرح كل الناس عموما، بس ده حاجه مش بمقدرتي، بس اللي بعرف افرحه بفرح. انا نفسي امثل قوي، عارفش مخرج مش عارف، ما ممكن عايز اخش عموما اي حاجه فيها تصوير، مونتاج، اخراج، الكلام ده. انا بحب الحاجات دي، فحابب ان انا اوصل لحاجه في الحاجات دي. هو انا في الاغلب يعني ببقى بنزل مثلا بجيب شوكولاتات، بجيب كيكه، بجيب الحاجات دي على قد يعني مقدرتي الماديه بصراحه. لو مقدرتي الماديه اعلى بعلي بالحاجه، على حسب المره اللي انا بنزل فيها. اصل انا ما ببقى عايز انزل الصور دي ما بقاش مجهز، انا صحيت من النوم النهارده انا عايز انزل افرح الناس، فبشوف معايا كام بقى بظبط بيها حاجات اجيبها وبنزل انا واصحابي بقى، بنزل لوحدي زي ما بتيجي. لو معايا فلوس كتير ممكن انزل اوزع ايفونات مثلا، على حسب زي ما بتيجي معايا بقى بنزل. انا عموما في حياتي اللي بيجي في دماغي بعمله.